صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم سبعة لسنة 2020 بتعيين نائب للرئيس التنفيذي بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وجاء في المرسوم أنه يعين السيد راشد صلاح راشد آل سعد نائبا للرئيس التنفيذي بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في درجة وكيل وزارة مساعد